جمعية تباس الخيرية جمعية تأسست بالعام 1966، مؤسسة نسوية خدماتية بتعتني بالدرجة الأولى بالنساء وبالأطفال، وفي طبعا للشباب وأمور ثانية يعني ثقافية فنية أكثر من برنامج بالجمعي. تعاوننا مع الجي اي زد والاتحاد الاوروبي، يعني مشكورين، الاتحاد الاوروبي دعمنا باكثر من مره بالتدريبات النسويه ببرامج، على اساس انه احنا عندنا برنامج تدريبي مركز مهني للستات، توجهنا لهم اكثر من مره واخذنا دعم لامور تدريبيه بتخص النساء، على اساس انه يكون عندهم فرصه انهم ينموا مواهبهم ويشتغلوا فيهن ويكون مردود اقتصادي على هذه البيوت. وطبعا دائما في الستات عندها مش كلهم اهتماماتهم واحدة، فاحنا بننوع بالتدريبات على اساس نفتح المجال الاكبر. انا طلعت في الصفي تاسع ومشين في المحل جمعية مسارية التنطيب بالقشم حلو بس مشط وممدود، يعني حم مشو القاس القشب وشي محم. يعني بالنسبة لنا احنا بالجمعية اول مرة يعني بنطرحها، انه هذه الحفر والحرق على الخشب والسي ان سي والامور هذه، ولقينا اقبال من الصبايا عليها، وحقيقة انهم حابين انه تصير هذه فاتحينها كمشاريع خاصة لهم. وظائف ما في، خريجين كثير، صبايا قاعدين دائما بيدوروا على طاقة أمل وإنهم يسيروا فيها ويفتحوا. صار الوضع الاقتصادي صعب وكل واحد بيدور على إنه يكون له مشروعه الخاص به، فنتأمل إنه نكون فاتحين هذا المجال للعدد الأكبر من الصبايا على أساس يتحسن أوضاعهم، يزيد ثقتهم بنفسهم، ما يضل قاعدين نستنى بالوظيفة عشرات السنين.